بيبدأ الفيلم مع محقق اسمه ريجز وهو بيتحرك بسرعة هو وصديقه ستينجل على الشارع لأن جالهم بلاغ إن في واحد بيهدد إنه هينتحر بسبب إنه معترض على الحكومة والرئاسة، وعلى طول بيتحركوا على هناك والطريق كله واقف بيتفرج على الشخص ده لحد ما بيوصل ريجز وبيقدر إنه يتعامل معاه بذكاء. هو بيروح يتكلم معاه وبيقوله إنه بيشجعه على اللي بيعمله لأن هو كمان معترض على الحكومة والقرارات بتاعتها لأنهم واخدين منه شقته اللي عايش فيها. هو بيفضل يتكلم معاه لحد ما الشخص ده بيطمن له وفجأة بيضربه ريجز وبياخد منه المسدس وبيسلمه لستينجل وبيقول لهم يقبضوا عليه. ومن الناحية التانية في البيت الأبيض مركز الرئاسة بنشوف واحدة من عمال النظافة وهي بتمسح الحمامات وبتتفاجئ إن في دم على الأرض فبتصرخ وبتبلغ على طول إن في جريمة قتل، وعلى طول بيتحرك كل الحراس والمخابرات على البيت الأبيض علشان يطمنوا إن كل حاجة تمام وإن الرئيس وأسرته مش في خطر. وبعد شوية بيكون ريجز وستينجل قاعدين بيرتاحوا في حانة بعد يوم شغل مرهق وبيجي لهم بلاغ عن اللي حصل في البيت الأبيض فبيتحركوا بسرعة على هناك وبيدخلوا علشان يبصوا على الجثة وبيعرفوا ان اسمها كارلا. واثناء ما هما بيسألوا الطبيب الشرعي وبيعرفوا ان الجرح معمول بسكينة ووصل عمقه ل 8 سنتي بيتفاجئوا بشخص اسمه سبايكينج بيسألهم عن سبب وجودهم هنا وبيطلب منهم يمشوا لانهم مش مرحب بيهم في المكان. وساعتها بيرد عليه ريجس وبيقول له ان دي جريمة قتل وهما من قسم جرائم القتل، فبيسألهم مين اللي دعاهم لهنا وعرفهم بالجريمة. وساعتها بيجي جوردن مستشار أمن الرئيس هو بيقول لسبايكينج بطريقة عنيفة إن في جريمة قتل حصلت على بعد 40 متر من المكان اللي الرئيس بينام فيه وده معناه إن الموضوع مسألة أمن قومي علشان كده هو اللي بلغ الشرطة علشان تحقق في الموضوع. فبيقول له سبايكينج إنه رئيس المخابرات وإنه هيقدر يتصرف في الموضوع ده، فبيرد عليه جوردن إنه لو كان هيعرف يتصرف ما كانتش الجريمة حصلت في البيت الأبيض من الأول. وبيقول لريجس إنه هيدعمه في أي معلومة حابب إنه يعرفها، فبيشكره ريجس وبيسأله عن عدد العمال اللي شغالين هنا، فبيرد عليه سبايكينج إنهم 31. وبعد شوية بيكمل ريجس تفتيش وبيتعرف على محققة اسمها نينا تشانس موجودة معاهم في البيت الأبيض وبتشتغل مع سبايكينج، وبتقول لريجس إنها هتساعده في أي حاجة عايز يعرفها، وفعلا بتبدأ تساعده وبيروح يجيبوا السجلات بتاعة العمال اللي في البيت الأبيض، وبيتفاجئوا لما بيلاقوا إن الأسماء المتسجلة عددها 30، وده معناه إن سبايكينج كذب عليهم لما قال إنهم 31 أو في حد شغال ومش متسجل في السجلات. وبعد ما بيخلصوا بيعرض ريجز على نينا إنه يوصلها في طريقه وبيفضلوا يتكلموا مع بعض وبتحكي له عن حياتها إنها كانت لاعبة أولمبية وبسبب لياقتها العالية وقدرتها على التصويب انضمت للمخابرات وبقت من الناس اللي سبايكينج بيعتمد عليهم في كل حاجة. وهو كمان بيفضل يتكلم معاها عن باباه اللي كان من المهندسين اللي بنوا واشنطن وشارك في المعالم المهمة اللي فيها، وبيروحوا هما الاتنين على البيت عنده وبيتفرجوا على المجسم اللي باباه كان بيشتغل منه، وبتكون نينا مبهورة جدا بيه وبتبدأ علاقتها بريجس تبقى أقوى وبيقربوا هما الاتنين من بعض. وتاني يوم في المكتب عند ريجس بتروح نينا علشان تشوف اخبار التحقيق ايه، وبتتفاجئ لما بتلاقيه جاب صور لكارلا وقدر يعرف اخر تعامل حصل من الفيزا بتاعتها وانه كان قبل الحادثه ب 24 ساعه بس وما كانش فيه اي حاجه مش طبيعيه. ولما بتساله وصل للحاجات دي ازاي بيقول لها ان ده شغله. وبعد شويه بيروحوا هما الاثنين على المشرحه علشان يعرفوا التقرير بتاع تشريح الجثه، وبيعرفوا انها كانت مع حد قبل موتها بساعات قليله بس ما في مفيش أي آثار للاعتداء ولا في أي آثار للعنف، وكمان مفيش أي حمض نووي ولا حاجة يقدروا يعرفوا بيها هي كانت مع مين. وطبعا دي حاجة بتكون غريبة على ريجس وبيحس بيها إن الكلام مش منطقي وإن الدكاترة عايزين يخبوا حاجة عليه. وبعد ما بيمشوا من المشرحة بيروحوا على مبنى المخابرات وسبايكينج بيقول لهم انه عارف مين اللي عمل كده وبيوريهم فيديو لشخص اسمه كوري آلين وبيقول لهم ان ده كان مسجون قبل كده وكان في مشاكل بينه وبين كارلا وهو المشتبه الاول في الجريمة دي. وفعلا الشرطة بتقبض عليه لكن ريجز بيطلب منهم انه يتكلم مع كوري آلين قبل ما يدخل السجن، ولما بيتكلم معاه بيفضل كوري يقول له انه ما عملش حاجة وان الموضوع فيه لعبة كبيرة وهو كان عارف ان في علاقة بين كايل نيل ابن الرئيس وبين كارلا وهو السبب انها تفضل في الشغل طول الوقت ده، واكيد المخابرات مخبيين حاجة ومش عايزين حد يعرفها.
بعدها بيمشي ريجس وبيرجع على البيت، وهناك بيسمع صوت حد بيتحرك في البيت، فبياخد المسدس بتاعه بسرعة وبيبدأ يشوف مين الشخص اللي اقتحم بيته، لكن الشخص ده بيضربه من ظهره وبيجري بسرعة قبل ما ريجس يلحقه، فبيفضل ريجس يجري وراه لكنه بيهرب منه في الآخر. وتاني يوم بيروح على الشغل وبيفضل يتكلم مع الصورة بتاعت كارلا ويقول لها ساعديني علشان أقدر أساعدك، وكأنه بيتكلم مع شخص عايش، لحد ما بياخد باله من شخص واقف في الصورة بتاعتها، ولما بيقرب منه بيقول انه شاف الشخص ده قبل كده، فبياخد الصورة وبيروح بيها لواحد من اصدقائه علشان يقص الشخص ده، وبيقرب على وشه علشان يحاول يعرف هو مين. وفي نفس اليوم بالليل بيروح على حفلة كبيرة عاملاها كيتي نيل مرات الرئيس، وبيكون حاضر فيها كل الناس المهمة في البلد، ولما بيدخل ريجز بتروح عليه نينا علشان تسأله بيعمل ايه هنا، فبيوريها صورة الشخص اللي في ايده وبيقول لها انا متأكد اني شفت الشخص ده قبل كده من المخابرات، وبيطلب منها انها تساعده، لكنها بتقول له ان دي معلومات خطيرة وهي مش هتقدر تقول له على اي حاجة، فبيقول لها انها لو ما ساعدتهوش هيضطر يعرف المعلومة دي بنفسه، وساعتها ممكن يأذي أي حد تاني من غير ما يقصد، فبتقوله إن ده واحد من المخابرات اسمه بيرتن كاش، وهو كان حارس شخصي لكارلا، فبيسألها مين اللي عينه حارس شخصي لكارلا، فبتقوله كايل نيل، وساعتها بيتأكد ريجس إن فعلا كان في حاجة بين كايل وكارلا. وفي الوقت ده سبايكينج بياخد باله من نينا وهي بتتكلم مع ريجس وبينادي عليها، ولما بتروح له بيقول لها انه مش عايزها تتكلم مع المحقق ده تاني، فبتقوله ان هو اللي بيجي يتكلم معاها وهي مش بتقدر تقوله لا، فبيقول لها في الحالة دي لازم تعملي لي تقرير مفصل لكل حاجة بيقولها لك علشان أكون عارفها. وبعد شوية بيخرج ريجز من الحفلة وبيكون في عربية بتراقبه، فبيجري وراها لكنه مش بيلحقها، وبيروح بعدها علشان يتصل على ستينجل وبيعرفه بكل اللي حصل. وبعد شوية بيقرر إنه يروح على البيت عند نينا وبيتكلم معاها إن اللي بتعمله ده اسمه سلبية، وإنها هتتسبب في سجن راجل بريء، وهي بتفضل تنكر وبتقول إنها ما تعرفش حاجة ومش عارفة هو بيتكلم عن إيه، فبيقول لها إنه عارف إنها كانت من الحرس الشخصيين بتوع كايل نيل، وبيسألها عن السبب اللي خلاها تمشي، ولما بترفض تتكلم بيفضل يقول لها إنه شايف إنها شخص طيب وإنها عايزة تساعد بس خايفة، وساعتها بتتكلم وتقول إنها كانت فعلا من الحراس الشخصيين بتوع كايل، لكن بعد فترة اكتشفت إنه بيتعامل وحش مع حبيبته وكان بيضربها وتسبب لها في مشاكل كتير جدا، وكمان المفاجأة إن المخابرات كانت بتخبي الكلام ده عن الإعلام وجابت واحد تاني يشيل الجريمة، فبيقول لها إن ده اللي بيحصل دلوقتي وهي كده هتبقى شاركت في جريمتين ليهم علاقة بنفس المذنب، فبتقرر إنها تغير رأيها وبتقول لريجس إنها هتساعده. وفعلا تاني يوم في الشغل بتروح نينا على مكتب المخابرات وبتدخل الأرشيف وبتسرق سجل المكالمات بتاع كارلا علشان تعرف كانت بتكلم مين قبل ما تموت، وبعد ما بتخلص بتتفاجئ إن في حركة غريبة وإن اللي حواليها كلهم بيبصوا عليها، فبتقرر إنها تهرب منهم بسرعة وبيفضلوا يجروا وراها لكنها بتنجح تهرب، وطبعا بيقولوا لسبايكينج اللي حصل وبيطلوا منهم يقبضوا عليها ويفضلوا يطاردوها طول الوقت. وفي نفس الوقت ده بيكون الرئيس جاك نيل قاعد مع المستشارين بتوعه وبيتكلموا كلهم عن الحرب مع كوريا الشمالية، وهو بيقول لهم انه مش عايز ياخد الخطوة دي في الوقت الحالي، ومن المستشارين دول بيكون في ناس بتأيد قراره وان فعلا قرار الحرب ده خطر جدا، لكن جوردن بيكون شايف عكس كده وبيشجع الرئيس انه يحارب كوريا الشمالية لانها بتهدد الامن القومي ليهم ولمصالحهم. وبعد شوية بنشوف نينا لما بتروح علشان تقابل ريجس وبتديله التسجيلات اللي خدتها واللي بتأكد ان كلارا كانت على علاقة بكايل قبل ما تموت وانها كلمته اخر واحد، ومن وقتها بتبدأ تنتشر اخبار في كل مكان ان كايل نيل قاتل، والطلاب في الجامعة بيوزعوا ورق مكتوب فيه كده على بعض لحد ما بيوصل الورق ده لكايل، وساعتها بيتضايق جدا وبيقوم يمشي من الجامعة، وبيتفاجئ ان ريجز وصل له وبيقول له ان مش معنى ان هو ابن الرئيس انه هيكون فوق القانون او انه هيسيبه، وبيفضل ريجز يهدده ويقول له انه اول ما يلاقي دليل حقيقي ضده هيقبض عليه بنفسه. وبعد شوية بيروح يقابل نينا مرة تانية وبيقعدوا في مطعم هما الاتنين يتكلموا، وهناك بتقول له ان في انفاق تحت البيت الابيض معمولة مخصوص علشان حالة الطوارئ والحروب، ودي مجهزة ان الرئيس يهرب منها، وبتقول له انها حافظة الانفاق دي كويس جدا لانها كانت مسؤولة عن تأمينها في وقت من الاوقات،
وأثناء ما هما بيتكلموا بنشوف إن في ناس من المخابرات حاطين لهم أجهزة تنصت وبيسمعوا كل كلمة هما قالوها وبيبلغوا عن مكانهم فورا. وعلى طول فعلا بنشوف إن المخابرات اتحركت وبعتوا رجالة وطيارة هليكوبتر علشان يقبضوا على ريجز ونينا، وهما الاتنين بيهربوا بسرعة وبتحصل مطاردة قوية بينهم وبين المخابرات وتبادل لإطلاق النار لحد ما بتنجح نينا إنها تضرب الكشافات بتاعت الطيارة علشان تقدر تهرب هي وريجز. وتاني يوم بيروح ريجز على الشغل وبيلاقي ناس كتير مستنية علشان يسألوه عن اللي حصل ومحاولة الاغتيال دي وهل الرئاسة يد في الموضوع ولا لأ، لكنه بيرفض يجاوب وبيدخل على المكتب والمدير بيفضل يتخانق معاه بسبب انه بيتصرف من دماغه، لكن ريجز بيقوله انه هيكمل في اللي بدأه ومش هيهدأ الا لما يثبت ان ابن الرئيس هو القاتل. وبعد شوية بيروح علشان يقابل جوردن وبيقوله انه هو اللي كلفهم بالمهمة دي علشان كده كان عايز يعرف الاخبار اول باول، وبيقوله انه هيحقق مع الرئيس بتهمة انه سهل على ابنه قتل واحدة من عمال البيت الابيض. فبيقوله جوردن ان الرئيس مش مجرد شخص، والرئيس ده مؤسسة كاملة وأكيد مش هيسمح لمحقق شرطة إنه يحقق معاه. وبيقول له إنه لو قدر يثبت إن الرئيس متآمر هو وابنه فالحكومة ومجلس الشعب هم اللي هيعزلوا الرئيس من منصبه. وبعد شوية بنشوف سبايكينج وهو قاعد بيتفرج على تفريغ الكاميرات يوم الحادثة بنفسه وبيكتشف حاجة مهمة جدا، وبيقرر إنه يتصل على ريجس علشان يقابله ويتكلموا فيها. وفعلا بيروح ريجس وبيكون معاه نينا وبيقول لها تقعد في العربية بره تسمعهم من جهاز التنصت اللي معاه. وأول ما بيدخل بيقوله سبايكينج يقفل الجهاز اللي معاه لأنه عارف إن نينا قاعدة بره بتسمع كل حاجة، وفعلا بيعمل كده. وبيبدأ سبايكينج يتكلم معاه إن في حاجات كتير بتبقى مش ظاهرة قدام الشخص، هو بيكون مش عارف الصح من الغلط، لكن لما بيعرف الحقيقة بيحاول يصلح اللي عمله. وبيروح علشان يجيب شريط فيديو وبيفرج ريجز على حاجة فيه، لكن فجأة بيحصل ضرب نار على البيت وسبايكينج بيقع على الأرض وبيموت. وبيفضل ريجز يضرب نار على الأشخاص دول وبيحاول يدافع عن نفسه، ونينا بتتحرك هي كمان وبتقوم بسرعة علشان تساعده، وبتنجح بالتعاون معاه إنهم يخلصوا عليهم كلهم. بعدها على طول بيروحوا ياخدوا الشرايط اللي كان سبايكينج عايز يفرجهم عليها قبل ما يموت، وبيجروا على محل فيديو في الشارع وبيشغلوا الشرايط دي وبيعرفوا ان فيها تسجيل الكاميرات بتاعت يوم الحادثة. وريجز بيشوف ان جوردن هو اللي سمح لكارلا انها تدخل وهو اللي بعد الحراس عنها، وبيفهم ان كل اللي حصل ده كان من ترتيب جوردن. وفي نفس الوقت ده بيكون جوردن بيتكلم مع الرئيس وبيقوله انهم لقوا بصمات كايل في مسرح الجريمة وهو اللي دارع على الموضوع ده، وبيفضل يقوله ان شكله هيكون وحش قدام الشعب كله ومش هيعرف يكسب ثقة حد تاني. وبيعمل معاه صفقة انه يتخلى عن الحكم بدل ما ابنه يتسجن وهو يتفضح قدام الناس كلها ومش هيعرف يعيش حياته تاني، لكن لو مشي في الوقت الحالي هيكون شكله كويس قدام الشعب وهيعرف يعيش في وسطهم. وفي نفس الوقت بيكون ريجز ونينا بيجروا بأقصى سرعة علشان يروحوا للبيت الأبيض ويلحقوا يقولوا للرئيس على اللي عرفوه، وبيكملوا ستينجل علشان يجي معاهم. وبيستغلوا خبرة نينا في إنها عارفة كل المداخل والمخارج بتاعة البيت وبتساعدهم إنهم يعرفوا يدخلوا الأنفاق، وفعلا بيخدعوا الحراس وبيقدروا يدخلوا في الأنفاق، لكنهم بيتفاجئوا بواحد من الحراس مستنيهم في الأنفاق وبيحصل اشتباك بينهم وبيكون قوي جدا وبيقدر يصيب ستينجل بالرصاص. ولما ريجز بيشتبك معاه بيكون هيهزمه لحد ما بتضربه نينا بالنار في دماغه وبتخلص عليه. وفي نفس الوقت ده بيكون جاك نيل الرئيس بيستعد علشان يقول خطاب الوداع اللي هيقوله لكل الشعب قبل ما يمشي، والأخبار بدأت تنتشر في كل مكان أن جاك نيل هيتنازل عن الحكم للسيد جوردن لحد ما يجي رئيس جديد. بعد شوية بنشوف أن ستينجل اتصاب ومش قادر يكمل، وريجز ونينا قسموا نفسهم كل واحد يمشي من اتجاه. ولما نينا بتمشي لوحدها بتتفاجئ أن في حراس بيحصروها وبيقدروا يقبضوا عليها، أما ريجز فبيقدر يدخل البيت الأبيض عن طريق المواسير بتاعت التهوية وبيتنكر في لبس واحد من العمال، لكن في الأسانسير في اتنين من العمال بيشكوا فيه وبيشتبكوا معاه، لكنه بيقدر يخلص عليهم وبيهرب بسرعة. وأثناء ما هو بيهرب بيشوفه جوردن وبيقول الحراس كلها يقبضوا عليه لأنه قتل سبايكينج وجاي يقتل الرئيس،
هو فعلا الحراس بتقبض عليه لحد ما ريجز بيفضل ينادي على الرئيس وبيقوله على كل حاجة، وإن جوردن هو اللي قتل كارلا ورمى الجثة في البيت الأبيض علشان يورطه قدام الشعب، وبيقوله إن معاه كل الأدلة علشان يثبت كلامه، والرئيس فعلا بيصدقه وبيخلي رجالته تقبض على جوردن وبيقول لهم إنه لسه رئيس الجمهورية ولازم يسمعوا كلامه، وفعلا بيقبضوا عليه، لكن جوردن بيكون عايز يضرب الرئيس بالنار ويخلص عليه، بس نينا على طول بترمي نفسها قدامه وبتاخد الطلقة مكانه، والحراس بيخلصوا على جوردن بعدها على طول. بعد ما كل حاجة بتخلص بيطلع متحدث الرئاسة وبيقول إن الرئيس جاك نيل ما كانش عنده أي نية يتخلى عن الحكم، وكل اللي انتشر الفترة الأخيرة دي كانت مجرد إشاعات. وفي نفس الوقت بيكون جاك نيل بنفسه عند نينا في المستشفى وبيشكرها إنها ضحت بنفسها علشانه، وبيقول لها إنه هيتابع حالتها لحد ما تخف وتبقى أحسن من الأول، وبيشكرها على كل حاجة هي وريجس، وبيوعدهم بمكافأة كبيرة. وبكده بيكون خلص فيلم النهاردة.